فضيلة الشيخ مما يطلق على الله سبحانه وتعالى بأنه النافع الضار، فهل هما اسمان أم صفتان؟ وهل ثبت الحديث فيهما؟ الحديث الذي فيه تعداد أسماء الله ضعيف، وليس من أسماء الله النافع الضار، بل هما من صفات الله عز وجل، هو الذي بيده النفع وبيده الضرر، وليس هذا من الاسم وليس هذا من الصفة التي تقال وحدها، بل يقال النافع الضار جميعا. وإن قيل النافع فقط فلا بأس، لكن النافع الضار فيه أن الله عز وجل بيده الأمر كله من نفع وضرر. وعلى كل حال فهما ليس من أسماء الله، وإنما هما مما يوصف الله به فقط.